نستضيف في قناة مهرجانات فاس التراثية إحدى الوجوه النسائية الفنية وهي زينب أفيلال. قضت حوالي 14 سنة مع جوق سي محمد العربي التمسماني وهي خريجة من المعهد الموسيقي بتطوان. نسألها بداية عن حضور العنصر النسبي في المجموعة مجموعة جوق تطوان وفي الآلة الأندلسية ككل. أول حاجة سعيدة أنني متواجدة اليوم في المهرجان اللي دابا المهرجان كنعتبره وحنا فحال الدار ديالنا، لأن هذه دي ماشي السنة الأولى أو السنة الثانية. من 2007 وأنا كنشارك كل عام في هذا المهرجان، يعني كنجيو فحال نتلاقاو حبابنا ونتلاقاو الموالاة في هذه المدينة اللي عزيزة على قلبنا اللي هي مدينة فاس. فيما يخص السؤال ديالكم من ناحية الحضور للمرأة في الموسيقى الأندلسية، دائما حضور المرأة في هذا النوع الموسيقى كان حضور خجول، يعني من مدة طويلة كان حضور خجول. كانوا كاينين اسماء اللي ما يمكنناش نذكروا طبعا شنو عملوا انهم اقتحموا هذا العالم، بالخصوص في المدرسة اللي كنتمي ليها انا طبعا اللي هي المدرسة التطوانية، وهنا كنستحضروا طبعا زهرة أبطي ومنانة الخراز، كنستحضروا كذلك العالية مجاهد غيتا الأوفير الله يرحمهم كاملين بهم. جات مرحلة أخرى اللي هي فاش أنا دخلت للجوق في سنة 2000 ما بين سنة 2000 2001، حيث أن الأستاذ محمد أمين الأكامي عدل الكورال، وكان هو طبعا السباق لهذا الفكرة بأنه يعمل كورال مكون من فتيات وفتيان كيغنيو الموسيقى الأندلسية. يعني تما دخلنا نقدروا نقولوا دخلنا لهذا الميدان كنساء من جديد، ولكن عدد يعني كعدد لا بأس به، وبقى العدد كينقل لأن بحكم الدراسه بحكم بزاف ديال الامور من ناحيه النساء، يعني نقطعوا شويه على الموسيقى. ونقدر نقول لك على انني الثمره اللي جات من هذاك الكورال وبقيت الحمد لله. وكما غادي نقولوا مثلا انا اول مشاركه ديالي في هذا المهرجان كانت في 2007، كان الجوق الوحيد اللي شارك معه سيده في الغناء ماشي في العزف، سيده في الغناء كنت اعوذ بالله من قولت انا. ومع السنين بداو كيبانوا وجوه جديده كيعملوا الموسيقى الاندلسيه وحضور جميل ايضا عندهم. والشيء الجميل ايضا ان احنا كنشوفوا مثلا اليوم الفرقه اللي دازت قبل منا في المهرجان هو كورال عاود من جديد عملوا كورال، يعني بحال نقولوا احنا فكرونا في الايامات اللي بدينا احنا منا، ولكن كورال مليء بالفتيات. صحيح. يعني هذا لازم مجموعه ديال الفرق اللي حضرات اطفال صغار، فتيات صغار وفتيات يافعين، بمعنى يمكننا نقولوا ان الحضور النسائي ازداد وفي ازدياد وكاين مستقبل مشرق بالمشاركه ديال النساء في الالعاب. هنا طبعا اكيد خصنا نشدوا على يد الفنان المجتهد مولاي طيب الوزاني اللي خدا هاد الاطفال وحاول ياطرهم باش يجيبهم للمهرجان، وطبعا الشكر الكبير للمهرجان انه احتضن هادو هاد الاطفال وعيط لهم كفرقه تجي تشارك في سهره كبيره. هذه يعني اذا دلت كتدل على ان الاستمراريه موجوده، يعني ما نشوفوش بنظره تشاؤميه ان هذا الفن صافي مات هذا التراث غادي يموت، بالعكس يعني اذا جينا نشوفوها بنظره تفاؤليه هذا الفن في تطور. صح، النظره التفاؤليه هي اللي هذا المهرجان كيحافظ عليها وكتبان الحمد لله من خلال الحضور الغفير ومن خلال المتابعه الكبيره. والقاعه دائما عماله في المدينه المهرجان التي تمتلئ قاعاتها عن اخرها. تبارك الله، خصنا نزيدوا الطبقه الثانيه للقاعه. ان شاء الله غادي يكون فيها قاعات ان شاء الله ان شاء الله. اللذين غنطلبوا منك واحد الموال جميل بداتي به المشاركه ديالك، وغادي تكون هديه منك للقناه ديال المهرجان على انك تفضلي بها. هو اللي طلبته مني ماشي الموال، ولكن هي اغنيه اللي اديناها لاول مره في سنة 2010، هي اللي تغنت بمدينة فاس كلمات وألحان أستاذي الأستاذ محمد أمين الأكامي، وكنت غنيتها في 2010 تندرجة. دابا الأغلبية الناس كيعتبروني فاسية، كيقولوا لي أنت اللي غنيتي الأغنية فاس، أنت فاسية، كنقول لهم لا تطوانية ولكن كنحب فاس بزاف. جميل، وجميع الحاضرين معنا نعتبرهم فاسية. طبعا طبعا، دابا صافي جينا فاس شعبنا المد فاس. بارك الله فيك. فاس ما أجملك يا فاس، ما أروعك يا فاس، يا موطن العلماء ومعقل الشرفاء، جنانك خضراء جوهرة معطاء. شكرا، شكرا.
شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. الصوت الحسن والوجه الحسن لهلا خطيب والمضمون المفيد. الله يجزيك.